تواجه مفاوضات سويسرا الكثير من العثرات والتباينات التي كشف عنها تغيب وفد ميليشيا الحوثي وصالح عن حضور الجلسة الصباحية الرابعة قبل أن يعود للمشاركة في الجلسة المسائية وتبرير تصرفهم بأن الأمم المتحدة لم تتشاور معهم قبل إصدار بيانها بخصوص السماح بوصول المساعدات الإنسانية واحتجاجا على سيطرة الجيش الوطني على مأرب والجوف. كان واضحا من الأنباء الواردة من جنيف أن وفد الميليشيا يبحث عن مبررات للتوقف عن حضور الجلسات التي لم تفضي منذ البداية لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية ترعاها الأمم المتحدة، حيث استمرت المواجهات والاشتباكات في عدد من المحافظات. مقاطعة الجلسات لم تكن مفاجأة، خصوصا وأنها وقعت بعد ساعات من قول عضو وفد الحوثي وصالح ياسر العواضي إنه لا يوجد طرف يفاوضونه في جنيف وإن السعودية هي من كان يجب أن تحضر المفاوضات، وزاد أن اتهم الأمم المتحدة وموفدها ومجلس الأمن أنهم مجرد أدوات تبحث عن مصالحها. على الميدان وخلال الأيام الثلاثة تغيرت المعادلة على الأرض، خصوصا مع سيطرة المقاومة والجيش على بقية المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا في مأرب واستعادة مركز محافظة الجوف، بالإضافة لفتح شبهات جديدة في محافظة حجة، وبهذا تم تطويق محافظة صعدة معقل الحوثيين من الشمال والشرق والغرب. محافظة تعز ما زالت ساحة القتال الأعنف التي تمارس فيها الميليشيا العنف وتعتبرها مجس اختبار المواقف والتحركات. لم تصل الهدنة إلى المدينة الأكثر كثافة سكانية ومعاناة، رغم إعلان الموفد الأممي في اليوم الثالث من المحادثات عن التوصل لاتفاق يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، غير أن الوقائع على الأرض تنفي صحة تلك الأنباء أو ما يمكن وصفها بالأمنيات ليس إلا. العودة من جنيف بدون اتفاق سلام نتيجة ليست مفاجئة، فمن أضاعوا الحلول في داخل اليمن لن يجدوها في خارجه، ونقل المواقف والمتارس إلى جنيف دليل على استمرار التعامل وفق مقولة السيف أصدق إنباء من الكتب، ودليل على عدم قدرة الميليشيا على العودة بمسار الأمور إلى مصافي السلام في بلد تصنفه المنظمات الدولية كأحد أكثر البلدان غير الملائمة للعيش.